السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج الديسك شوكيس. برنامج الديسك شوكيس بيهتم بالإظهار، بيهتم بأن هو يخرج صورة كويسة للحاجة. أنا دلوقتي عملت النموذج على الريفت، دي فيلا اللي أنا عاملها، تمام. بعد ما عملتها عايز أدخلها على برنامج الشوكيس، فباجي هنا أقول له سيف إز إكسبورت إف بي إكس، بسيف إف بي إكس واجي هنا على برنامج شوكيس اقول له اوبن فايل، واروح مختار الملف اللي انا لسه مصدره اف بي اكس واقول له اوبن، فبيبدا يفتح الملف وبتلاقي الشغل عليه خفيف. زي ما انت شايف بتلاقي وانت بتحرك بتلاقي الحركة سهلة ولذيذة، تمام. طيب لو انا عايز ابدا اغير في الاناره بقول له ادجست لايت، بقول له لايت وابدا اغير في الاناره شويه، افتح الموضوع او اقفل شويه زي ما انا عايز. مجرد ان احرك الماوس في قلب المنظر بتلاقي الاناره اختلفت، برده الشادو لو انا عايز اغير الشادو زي ما شايف الموضوع سهل وبسيط. فيجوال استوديو ممكن اختار مثلا اقول له انا عايز حاجه ري تريكنج، حاجه عاليه، حاجه اقل شويه. ممكن ادخل في اللايبراري الاقي اشكال لذيذه زي مثلا ممكن كان انا راسم بقلم رصاص او حاجه كرتون. زي ما انت شايف التطبيق ده اتطبق على الفيلا كلها، تمام. هي الفيلا لسه مخصتش في حاجات لسه لازم تعمل فيها، تمام. ممكن تطبق مثلا دوت تلاقي اشكال سهله وجميله ممكن تطبق بسهوله. ممكن اقول له دلوقتي انا عايز اخش على الماتيريال اظبط الماتيريال، يعني مثلا دي المفروض بركة حمام سباحة فهحطها في مية، اديها خامة مثلا مية. اقول له مثلا ممكن اقول له هنا ووتر ووتر ووتر، اقول له مثلا عايز المايه ديت، تمام. طيب ممكن اختار مثلا اي حاجه هنا السور ده مثلا وادي له اي خامه تانية. طيب لو عندي حاجه مكرره كذا مره بدل ما اقعد اغير مره زي السقف ده، هدوس هنا كليك يمين واقول له اد اوبجكتس ويز ذيس ماتيريال، يعني اعلم على كل العناصر اللي هي نفس الماتيريال ديت واغيرهم كلهم مره واحده. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. وعندنا حاجه اسمها شوتس. شوتس يعني ايه؟ يعني اخد شويه لقطات، يعني اقول له اجي هنا اقول له اعمل لي شوتس صوره ثابته، خلاص كده خدت الصوره الثابته، ماشي. ممكن اقول له لا ده انا عايز صوره متحركه. ازاي؟ اجي هنا اقول له ايه اعمل لي شوتس عباره عن اوربت مثلا بلف حوالين حاجه او بعمل زوم. نعمل لاب ريفيو كده ونشوف، تمام. دي طريقة، تمام. اقول له كلوز. ممكن اعمل حاجة تانية اقول له مثلا ايه ستارت تو اند. يعني ايه ستارت تو اند؟ دي اللي ستارت واقول له ريست اند واختار اند في مكان تاني. هو بيربط بين اللقطتين، ماشي. اقول له بقى بريفيو، بص دي الكاميرا الاولانية ودي الكاميرا التانية، تمام. تختار بقى المكان اللي انت عايزه. لما بتبدا تكون اللقطات دي كلها بتلاقي الموضوع بيبقى معاك عباره عن شريط فيديو كامل. ماشي. طيب في حاجه تانية، في حاجه تانية اسمها الترناتيفز. يعني ايه الترناتيفز؟ يعني انا هقول له اعمل لي الترناتيفز ممكن باللاين اب، بالفيزابيلتي، الماتيريال، بوزيشن. الفيزابيلتي ممكن اخفي حاجه واظهر حاجه ويبقى عندي كذا كذا صوره ليها. يعني مثلا ممكن اعمل لقطه بحمام سباحه ولقطه تانيه من غير حمام سباحه واوريها للعميل، ممكن يقتنع بيها ممكن تعجبه. ممكن اعمل حاجه بخامه وحاجه تانيه بخامه تانيه ماتيريال، هقول له ايه اد ماتيريال،
تمام. اجي هنا واقول له ام، واروح مغير الماتيريال واقول له اد نيو ماتيريال. يبقى انا عندي دلوقتي صوره بالماتيريال دي وصوره بالماتيريال دي. ممكن اغير الخامه دي اخليها كده. ماشي. الارضيه دي مثلا غيرت الماتيريال بتاعتها واقول له اد نيو ماتيريال. فبقى كده عندي كذا صوره تبدا تعرضها للعميل وتقول له اختار انت احسن صوره انت عايزها ايه، هو يختار منها. فدي بعض الحاجات اللذيذه في برنامج الاوتوديسك شوكيس. بعد كده اصدر بقى الشكل بتاعي، اما صوره اما فيديو اما يوتيوب اما تويب، او اسايف الشغل ملف عادي عشان اكمل عليه بعدين. وان شاء الله نكمل مع بعض برضو برنامج الاوتوديسك شوكيس لحد ما نبقى نشتغل عليه ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.